يومي المسلمية هي الطنجرة، 50 جرام زبدة، علبة حليب مكثف 390 جرام، 100 جرام دارك شوكولات، ومية وخمسين جرام ميلك شوكولات. حرك لتذوب الشوكولا وتجانسوا مع بعض. جوز دهن زبدة وورق زبدة. تضغط البسكوت بالمعلقة. هلا بنحضر الجناش، تقريبا 150 جرام الكيلو. نكسره كريمة. اوكي، سخنت الكريمة، طفيت النار، نضيف الشوكولا، بنبردها شوي. بالفريزر ساعتين.